دكتور شرقاوي، إلى أي مدى تتفق بأن جلسة مجلس الأمن حول أوكرانيا اليوم تحولت إلى ساحة لتبادل الاتهامات بين هذه الأطراف المعنية والمتصارعة في الميدان الأوكراني؟ أهلا بك وأهلا بضيفك الكريم من موسكو وأهلا بجمهورك الكريم. ما في شك أن نتوقع بالتأكيد قبل البدء في جلسة مجلس الأمن أنه لن يكون هناك حلول. كيف تكون هناك حلول وهناك 5 أعضاء دائمين منهم روسيا والصين؟ فإذا كانت يعني روسيا يمكن أن نأخذ ببعض قوانين الأمم المتحدة، وإذا كانت هي طرف النزاع لا حق لها باستخدام حق الفيتو، لكن الصين سوف تستخدم حق الفيتو. لن يكون هناك قرار بالإدانة. يمكن أن يوصي السيد جوتريس الجنائية الدولية ويخطرها بأن هناك جرائم حرب يمكن أن تحقق فيها، يمكن أن يكون هذا. ولكن أيضا لم نرى أي نجاعة للدولية الجنائية الدولية. نرى السيد عمر البشير مطلوب منذ أكثر من عقده من الزمن ولم يتم تسليمه، ونرى الكثير من الجرائم تمت ولم يتم حسمها من المدعي العام للجنائية الدولية. فأعتقد أن الأمور بالتأكيد أتفق معك في التوصيف أن أصبحت مجلس الأمن منتدى. أنا بقول عليه كمان أصبح مقهى يجلس عليه الزعماء ليحتسوا القهوة. يمكن أن يكون الفائدة الوحيدة أن تجتمع كل الأطراف في غرفة واحدة أو في اجتماع واحد، وأن يتم تبادل الآراء والاتهامات والرد عليها. ده أعتقد هو الفائدة الوحيدة من هذا الاجتماع. ولكن أن يكون هناك نجاعة لمجلس الأمن، أعتقد أن على العالم أن يفكر مليا في تعديل ميثاق الأمم المتحدة، وأن يكون الأمر لا يكون الأمر هو متروك إلى 5 دول بعينها تحدد مصير العالم. ما فيش شك أن يعني الخطاب الأخير للرئيس بوتين والتلويح بأن يمكن الرياح أن تعكس أي هجوم نووي أو استخدم اللغة اللي يمكن التهديد بالوصول إلى هذه النقطة الفاصلة والنهائية، هو بذلك يكتب نهاية القصة. ولكن أعتقد أيضا بعض التقارير الأمنية قالت أن في تحريك لبعض القطع النووية في أيضا روسيا الاتحادية. فأعتقد أن التلويح بهذه الاتهامات بالتأكيد يثير الكثير من المخاوف. الأمريكان قالوا نحن نأخذ تصريح الرئيس الروسي الغير مسؤول بمحمل الجد. فأعتقد أن الأمور بدأت تتفاقم. بعد بكرة حنتم الشهر 7 لهذه العملية العسكرية كما تصفها روسيا المحدودة لحماية الأقليات في دونباس. لا أعتقد أنها محدودة، أصبحت الآن غير محدودة.